شأن آخر مهم مهم للغاية هذه الأيام، حالة الطقس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد غدا طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة. يتوقع الخبراء وجود أنشطة للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا. عبر الهاتف تنضم إلينا دكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي ينتظرنا في الساعات 48 أو 72 ساعة المقبلة؟ أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. احنا بالفعل أصدرنا تحذير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة من عدم الاستقرار، هتستمر معنا يومي الأحد والاثنين. هتبدأ غدا الأحد بنشاط رياح مثير للرمال والأتربة على معظم مناطق الجمهورية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، سيناء، شمال الصعيد. طبعا نشاط الرياح المثير للأتربة ممكن يصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وخاصة المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية والطرق السريعة. طبعا هتنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير مع الرمال والأتربة المثارة، فطبعا ده هيكون يتطلب طبعا القيادة تكون بهدوء تماما على الطرق، وخاصة الطرق السريعة والصحراوية. أيضا نشاط الرياح هيؤدي لمزيد من الإحساس ببرودة الطقس، هيؤدي لاضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية، ارتفاع الموج هيصل ما بين 4 و5 أمتار على البحر المتوسط. أيضا هيصاحب هذا النشاط ده سيحول دون استقرار الحالة الملاحية أو بعض الموانئ عليها أن تتخذ بعض المحاذير الخاصة بحركة الملاحة فيها دكتورة إيمان؟ طبعا اكيد، والبحر المتوسط هيكون مضطرب جدا وغير مهيئ تماما لعمليات الصيد والملاحه. ارتفاع الموج يوصل من 4 ل 5 امتار، ده هيستمر معانا يومي الاحد والاثنين. طبعا هيصاحب هذه الحاله تساقط للامطار، هتكون متفاوته الشده من متوسطه لغزيره الشده، وهتكون رعديه ومصحوبه بحبات البرد على المناطق الشماليه كلها، السواحل الشماليه وايضا محافظات شمال الوجه البحري. بالنسبه لمحافظات جنوب الوجه البحري وطبعا محافظات القاهره الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه، تتعرض لأمطار من خفيفة المتوسطة، هتكون رعدية أيضا، لكن ده هيكون مساء يوم الأحد، يبدأ مساء يوم الأحد ويستمر. دكتور إيمان، هو الموروثات المتعارف عليها حتى وإن لم تكن علمية، لكن على الأقل تروج بأن الأمطار نقيضة الرياح المحملة بالأتربة، وهطول الأمطار يعني على الأقل قلة في نشاط الرياح المثيرة للأتربة. لو كانت المعلومة دقيقة فهل لها من تفسير؟ وإذا لم تكن دقيقة فما التفسير المصاحب لها؟ هو دائما طبعا يعني تم التداول والموروث الشعبي بأن بعد التراب لازم بيكون في تساقط مطر، وده دائما بيحصل فعلا حقيقي. طبعا وده هيحصل، هتبقى بداية اليوم نشاط رياح ورمال وأتربة مثارة. بالنسبة للقاهرة ومحافظات الوجه البحري، هتكون الأمطار مساء غدا الأحد، يعني بعد نشاط الرياح، لكن نشاط الرياح هيستمر معانا أيضا يوم الاثنين مع سقوط الأمطار، وطبعا الأمطار معظمها هتكون أمطار رعدية. بالنسبة للمناطق الشمالية أيضا هتكون مصحوبة بالبرد. طبعا الحالة دي مستمرة معانا يوم الأحد والاثنين. يوم الثلاثة تبدأ تتحسن نسبيا الأحوال الجوية، تبدأ تدريجيا تهدأ سرعات الرياح، تبدأ تقل كميات الأمطار، لكن هتبقى فرص أمطار على السواحل الشمالية يوم الثلاثة وأيضا محافظات الوجه البحري، لكن نقدر نقول إن هيبقى في لحد ما تحسن طفيف في الأحوال الجوية. درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، الطقس هيكون بارد اثناء ساعات النهار وشديد البروده اثناء الليل، كمان المرتفعات في وسط متوسط درجات الحراره المسجله في النهار والليل دكتوره ايمان يقدر بقد ايه تقريبا في القاهره الكبرى؟ بالنسبه للقاهره الكبرى اثناء النهار العظمى هتتراوح من 18 ل 16 درجه، الصغرى هتتراوح ما بين 8 و9 درجات، السواحل الشماليه هتتراوح من 15 ل 16 درجه العظمى، الصغرى 11 درجه، شمال وجنوب الصعيد العظمى هتتراوح من 20 ل 21 والصغرى هتتراوح من 9 ل 10 درجات، وسط سيناء درجه الحراره الصغرى هتصل اقل من الصفر، حوالي 2 تحت الصفر، وده هيؤدي لتساقط ثلوج على مرتفعات وسط سيناء. قديما قالوا ان المناطق الساحلية تكون أكثر دفئا أو إحساسا بالدفء في فصل الشتاء، وهذا له علاقة ببخر الماء وما إلى ذلك. مش عارف إذا كانت أيضا هذه المعلومة دقيقة أم لا، لكن حضرتك أشرت إلى أن المناطق الساحلية ستكون درجة الحرارة فيها منخفضة في أقصى درجة حرارة مسجلة في النهار وأقل درجة حرارة مسجلة ليلا.
هو طبعا خلال هذه الحالة تحديدا هتكون درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير، لأن احنا بنتأثر بمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا بيجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا متمركز على البحر المتوسط، فده طبعا هيعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وخاصة إن درجات الحرارة في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو بتوصل لناقص 27 درجة تحت الصفر، فده معناه إن هيكون في انخفاضات في درجات الحرارة بشكل كبير. لكن في الأحوال العادية وطبعا لما يكون في استقرار في الأحوال الجوية، السواحل الشمالية فعلا بتكون دافئة جدا، وخصوصا في ساعات الليل لأن المية بتكون درجة حرارتها أدفى من يعني هي درجة باعتبارها حرارة الشمس. المناطق الأقرب من مصدر ده المنخفض حقيقي، الجوي في جنوب أوروبا، فطبيعي أن تكون درجة الحرارة أقل. ده حقيقي نعم. فعلا خلال طبعا هذه الحالة من عدم الاستقرار، لكن طبعا في وضع الاستقرار الجو بيكون معتدل على السواحل الشمالية وبيكونش فيه انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة. ممتاز. دكتور إيمان، ما الذي اختلف في خصائص الفصول بالنسبة لمصر في السنوات الخمس الأخيرة عما كان عليه الحال قبل ذلك؟ ما الذي اختلف في محددات أو خصائص فصل الشتاء مثلا في مصر؟ طبعا اتأثرنا بالتغيرات المناخية اللي اتأثر بها العالم كله، بدأنا نشهد نوبات طقس جامحة، يعني حالات عنيفة جدا من الطقس، كميات الأمطار أصبحت أكثر من المعتاد عليه وخاصة في المناطق الساحلية، العواصف الترابية بقت أكثر شدة وأكثر عنف من المعتاد عليه، ده طبعا نتيجة التغيرات المناخية اللي العالم كله اتأثر بيها. لكن احنا نقدر نقول إن الحالة اللي نتعرض ليها اليومين القادمين دي حالة طبيعية، لأن احنا خلاص هنبدأ فصل الشتاء يوم الأربعاء القادم 21 ديسمبر، فده طبيعي جدا ان تحصل تقلبات جويه فصل الشتاء، لكن كميات الامطار وشدتها وشده العواصف الترابيه هي بقت اعنف واقوى، وكميات امطار طبعا اكثر بكثيرا، ويمكن المحافظات الساحليه هي الاكثر تعرضا لكميات امطار كبيره، ومنها طبعا محافظه الاسكندريه اللي تعرضت الاسبوع الماضي وقبل الماضي لكميات امطار كبيره، ومتوقع ايضا ان الامطار خلال الحاله القادمه تكون امطار ما بين متوسطه وغزيره، وتسقط عليها برضو كميات امطار كبيره، وده طبعا المناطق الشماليه كلها، يعني مش بس اسكندريه، مطروح، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيره، كل المناطق دي هتتعرض طبعا لسقوط امطار ما بين متوسطه وما بين غزيره. احنا لدينا في هيئه الارصاد استشراف اكبر من مساحه ايام، يعني هل لدينا تصور، لدى حضراتكم تصور وفق التقنيات المستخدمه عن طبيعه فصل الشتاء؟ هل سيكون فصل اشد بروده من الشتاء السابق، وكان الشتاء دافئا الى حد كبير، يعني من اكثر الفصول مثاليه كان فصل الشتاء في العام المنقضي، هل لدينا تصور عن فصل الشتاء المقبل دكتورة إيمان؟ طبعا احنا في هيئة الأرصاد الجوية بنصدر التنبؤات بمختلف أنواعها، احنا في طبعا تنبؤات قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى. قصيرة المدى اللي هي النشرات الجوية والتنبؤ الأسبوعي اللي بيتم إصداره يوميا. ممتاز. نسبة متوسطة المدى هي التنبؤات الفصلية اللي بتحدد الفصل القادم طبيعته إيه، وبتكون عبارة عن متوسطات لدرجات الحرارة أو كميات الأمطار، وطبعا التنبؤ الخاص بفصل الشتاء هذا العام بيشير لأن درجات الحرارة هتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، وده طبعا نتيجة التغيرات المناخية اللي عملت على ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ. أعلى من المعدلات الطبيعية، يعني الشتاء دافئ نسبيا. بالنسبة لدرجات الحرارة، طبعا ده دافئ نسبيا، لكن ده مش معناه ان هو بينطبق على كافة أيام فصل الشتاء، احنا بنتكلم على 3 شهور فصل الشتاء، فوارد ان يكون في أيام معينة أو أسبوع أو بعض الأيام 3 أو 4 أيام في موجات معينة تكون درجات الحرارة أقل من المعدل. بالنسبة لكميات الأمطار هي حول المعدلات الطبيعية على معظم مناطق الجمهورية، لكن استثناء السواحل الشمالية ان هي هتكون اكثر من المعدلات الطبيعية في كميات الامطار، لكن باقي مناطق الجمهورية هتكون حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لكميات الامطار. طب دكتور ايمان معلش، يعني واحدة واحدة لو سمحتي، لان اتفضل. الشتاء الاخير، الشتاء المنقضي، كانت فيه دراسة، اعتقد دراسة بريطانية كانت قالت انه الشتاء الاكثر دفئا في الكرة الارضية على مدار ما يزيد على 60 سنة تقريبا، وعزت الامر الى التغيرات المناخيه وما الى ذلك، وبالتالي كان شتاء دافئا الى حد بعيد. اذا قيل ان هناك شططا او تطرفا في الفصول، صيف شديد الحراره، شتاء شديد البروده، فهذا مرده ايضا كما يقول بعض الخبراء التغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه تجعل الشتاء اكثر دفئا ولا تجعل الشتاء اكثر تطرفا؟ التغيرات المناخية وارد ان هي تأثر بكل الأشكال، أحيانا ممكن تكون أكثر دفئا، أحيانا تكون أكثر برودة، وارد يكون في أمطار غزيرة، وارد يكون في تصحر وانعدام تمام من سقوط الأمطار وجفاف، فبتؤدي لظواهر مختلفة. ممكن السنة دي مثلا هذا العام يكون أكثر دفئا، ممكن العام القادم يكون أكثر برودة. التغيرات المناخية بتخلي الحالة الجوية والمناخ زي ما نقول ان هو غير مستقر أو ملخبط، ان هو مش الطبيعي بتاعه، فممكن
يبقى أعلى من المعدل، وده بسبب التغيرات المناخية، وممكن يكون أقل من المعدل ويكون أيضا بسبب التغيرات المناخية. ويمكن إحنا شفنا مناطق بتتعرض لجفاف وتصحر وحرائق غابات، ومناطق تانية بتتعرض لفيضانات وأعاصير وكميات كبيرة من الأمطار. والسبب واحد، إن هو التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، بس بتختلف طبعا من عام لعام. وطبعا ظاهرة النينا واللانينا أيضا لما بتأثر على جمهورية مصر العربية أو على أي دولة، ده بيؤدي لاختلاف طبعا في معدلات درجات الحرارة. فوارد أن يكون في ارتفاع في درجات الحرارة أو انخفاض في درجات الحرارة طبقا للتغيرات. يعني كنت يعني أسأل نفسي عند مطالعة هذه الدراسة، لماذا الشتاء المنقضي هو الأكثر دفئا، وهو الشتاء الذي صادف واحدة من بين أكبر عمليات الإغلاق التي شهدها العالم، واحدة من بين أكبر العمليات التي شهدت هبوط طائرات لا إقلاع، حركة الطيران كانت أقل ما تكون، وبالتالي يفترض أن انبعاثات الغازات الدفيئة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل ما تكون، ورغم ذلك كان العالم أكثر دفئاً. هل من تفسير يمكن أن يساق في هذا؟ هو برغم ان فعلا كانت الانبعاثات هي اقل طبعا لعام 2020، وطبعا يمكن المنظمه العالميه للارصاد الجويه اصدرت بيان ان طبعا خلال هذا العام نسبه الملوثات قلت جدا، لكن رغم ذلك ان درجات الحراره كانت اكثر تقريبا ارتفاعا في فصل الشتاء تحديدا، ده طبعا كان بسبب ظاهره النينا اللي بتعمل على ارتفاع درجات الحراره وبتؤدي لانخفاض معدلات كميات سقوط الامطار. يمكن احنا العام الماضي الشتاء الحمد لله عدى بدون موجات أمطار شديدة، بخلاف العام اللي بيسبقه اللي هي الشتاء 2019-2020 اللي شهدنا فيه أكثر من حالة عنيفة في الأمطار، ويمكن كانت من أكثر الحالات عنفا حالة 12 مارس 2020. لكن العام الماضي الحمد لله كانت بالنسبة للأمطار كانت الأمطار تعتبر في المعدلات وأقل من المعدلات. طبعا ده كان بيرجع لظاهرة النينا، لكن ظاهرة اللانينو لما بتأثر بيكون العكس، درجات الحرارة بتكون أكثر انخفاضا ومعدلات الأمطار بتكون أكثر من المعدلات الطبيعية. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر، وأعتذر من حضرتك على الإطالة، مديرة مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية منضمة إلينا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لحضرتك.